عايزين بقى، بص عايزين السلم، شر لي حته بقى في السقف ده كده مفكوك. هنشوف بقى الكلام ده، بس احنا نطمئن على الهيكل الاول. تفصيل ده كده 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 هتشتغل على السطح. خد يا محمود، خد يا بوسمان، فيها الحديث على بال ما يفكر. تعالى ده ايه اللي كسر السقف ده كده؟ هما كان وده كان اساس سبب المشكله بتاعت عقد ايجار عمر فندي، لان كان عقد ايجار عمر فندي هو اللي كانوا كسروا السقف ده عشان يرمموه. ده المهندس اللي جه كسر السقف ده عايز يتقطع رقبته، لان ممنوع اساسا انك انت تكسر سقف. ما هو بعد ما كسر خدوا حكم طرد، لان هما كانوا واخدين عقد ايجار. شفت يا ريس؟ عقد ايجار الخبير على طول، لان اساسا اي ترميم في مصر كلها، اي توصيف ترميم حكومي في المؤيسه عمره ما يقدر يبقى عنده القرار انه يضرب قلم ويقول لك زيد سقف.